أرحب بوزير الداخلية اللبنانية السابق العميد مروان شربل، وهو متخصص طبعا بالسياسة والعسكر على السواء. مساء الخير معالي الوزير، وأهلا بك ضيفا عزيزا على برنامجنا. أود أن أسألك عن هذه التطورات الآن، الاشتباك مباشر في الجنوب. مساء الخير لك وللمستمعين، اشتقنا لك على كل حال خي سامي. الحد هلا ما بنقدر نقول، الله يخليك، لحد هلا ما بنقدر نقول، انا كعسكري ما بنقدر نقول انه بلش الهجوم المكثف من اسرائيل على جنوب لبنان. بلشت اسرائيل كما فعلت بال 2006 الاستطلاع على المنافذ اللي بدها تدخل فيها على لبنان. حتى اليوم لم تستطع حتى اليوم ان تعثر على الأرضية الصالحة وعلى الطريق الصالح للعبور واحتلال جنوب لبنان، لأنه المقاومة اللي موجودة اليوم هي محضرة حالها، وبالنهاية هذا ابن جنوب هو مركز بيعرف الأرض. إسرائيل ما بتعرف الأرض من تحت، بتعرف الأرض من فوق. بقى مشان هيك وبالعلم العسكري بنعرف أنه المهاجم يتحمل أو يتكبد خسائر 3 أو 4 مرات من المدافع. حتى الآن لم تستطع إسرائيل أن تحدد المعبر التي ستخرق به إلى أو تحتل فيه جنوب لبنان. كما يقول رئيس الأركان، سمعته أنه على 3 أو 4 كيلومتر أو 5 كيلومتر. مش هون الموضوع. لحد اليوم لم تستطع، وأظهرت المقاومة عن مقاومة فعلية، وقد تكبد العدو الخسائر بالأرواح وبالمعدات، وهذا ما شاهدناه بالصور على التلفزيون.